ومش هكتب على محمود الخطيب خالص، بس محدش يكلمني عن صفحة جديدة معاه. أنا هنيتك احترامي النادي الأهلي بجماهيره وبطولاته ولاعيبته وبتاريخه. أنت فاكر إنك أنت لما أنا هنيك وأنت ما تهنينيش أنا اللي بقيت صغير؟ لا، أنا راجل وحامل اسمي ورئيس نادي كبير زي النادي الأهلي ورئيس لجنة الأندية 4 سنين ورا بعض، وكنت رئيس نيابة ورئيس محكمة ومؤلف قانوني. ما كنتش في معهد أبو الخير، معهد كمال أبو الخير، مع التعاون اللي جنب بنزينة التعاون. اوعى تفتكر كده أنت بتنتقص من زمانك، والإخوة اللي بيقولوا هو هنا ولا ما هناش ما يفرقش، بس بقول للناس اللي بيقولوا لي مرتضى عشان خاطرنا صفحة جديدة، هتكون صفحة جديدة أهي. والكل كان مستني إنه يبادل التهنئة بتهنئة. هو استكبر هو مجلسه، وإحنا بنزعلان منه، لأن أنا بتعامل مع كيان كبير اسمه النادي الأهلي. حكموا في يوم من الأيام مايسترو الكرة المصرية صالح سليم، صالح سليم اللي احترف من الناس اللي احترفوا في النمسا، مرتجي عبد صالح الوحش اللي انا كنت محاميه، زينب هانم زوجة صالح سليم المحترم انا محاميها، واشكر هشام سليم اللي بعت لي التهنئه، واشكر كل واحد اهلاوي بعت لي التهنئه. انما بقول اللي بيقول نهدي، وانا اهدي وغيري عامل كده، حضرتك مين؟ ده انا المفروض اعمل رقبتي كده وكده وكده، بس من تواضع لله رفع. لكن ليه ملحوظه؟ استاذ تركي الشيخ باع جوابين. جواب بعته للمحكمه الاداريه العليا، قال لهم هذه الاموال بياخد 50 مليون جنيه بتوع مرتضى منصور، ولو طلبهم ياخدهم، ما لهمش علاقه بالزمالك. ورفض وقال لا ابعتهم بره، من بره لبره. وغيري خد من تركي الشيخ في جواب رسمي او بلاغ رسمي 263 مليون جنيه لمنشات النادي، خدهم لنفسه. اللي خدهم لنفسه وقعد، واللي اتبرع بيهم للنادي هو اللي مشي. اتحملنا وخلاص. انا عملت بالاهلي بجماهيره، مش عايز اقول لكم جماهير الاهلي عامله معايا ايه، حاجه رقم محترمه ما تقلش على جماهير الزمالك. انما اللي عايز يعمل فتنه اعمل فتنه كما تشاء، وكل واحد في طريقه، بس ما حدش بعد كده يقول لي